تتلاقى ثلاثية الشر إيران حزب الله الحوثيون في رغبتهم الأكيدة على إقامة نظام الحكم الشيعي تحت غطاء الاستحقاق الإلهي لآل البيت والكثير من الأكاذيب والخرافات، وليس بخاف على أحد دفاع الهالك حسين الحوثي عن إيران، فذلك في غاية الوضوح والصراحة وبما لا يجعل مجالا للشك عن مدى العلاقة الوثيقة التي تربط هذه الجماعات الثلاث فكريا وعقائديا، وأن المتأمل العميق في ملازم مؤسس الحركة الحوثية لا يجد مظاهر هذه العلاقة الترابطية بين ثلاثية الشر، إذ يقول حسين الحوثي في ملزمته الموسومة بعنوان صرخة المكبرين، وهي محاضرة ألقاها عام 2002 للميلاد قبل اندلاع الحرب الأولى بعامين، جاء فيها أن كل من وقف ضد إيران وشارك العراق حربها الظالمة ضد إيران فإن مصيره السقوط. اليمن نفسه شارك بأعداد كبيرة من الجيش، ذهبوا ليحاربوا الإيرانيين، ليحاربوا الثورة الإسلامية في إيران. من المتوقع أن الرئيس وأن الجيش اليمني لا بد أن يناله عقوبة ما عمل. من المتوقع أن الرئيس وأن الجيش اليمني لا بد أن يناله عقوبة ما عمل. الله أكبر، الله أكبر، المرسل إليك، المرسل إليك، العنف على اليهود، النصر إليك. كما أن تمجيد الثورة الخمينية وحزب الله في لبنان واعتبارهما المثال والنموذج الذي يجب أن يحتذى به طافح في خطابات حسين الحوثي وأتباعه، فمن أقواله الإمام الخميني كان إماما عادلا، كان إماما تقيا، وكذلك قول أبيه من قبله الهالك بدر الدين الحوثي في سياق امتداحه للثورة الخمينية والإكثار من الدعاء لها ولصاحبها بمثل قوله جعلنا الله خداما لها وله من يومنا هذا إلى يوم الدين. وأن في توافق الشعارات وتوحد الأدبيات لأدلة أخرى تضاف إلى هذا الترابط الوثيق بين ثلاثية الشر التي لا تجيد سوى الهدم والتدمير، لا تقدس غير الكراهية والموت، فشعار الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، هذا الشعار رابط مشترك بين الخميني وحزب الله والحوثيين. وتأكيدا على ذلك يقول عدد من الخبراء العسكريين أن الدعم الخارجي الذي يتلقاه المتمردون الحوثيون من جانب إيران والتأييد الذي يحظون به من حزب الله وبعض الجهات الإقليمية الموالية أو التابعة لها كالمنظمات والجمعيات الشيعية والحوزات في بعض دول المنطقة ومن وقت مبكر، وما يمكن الحوثيون من الصمود كل هذه السنوات في مواجهة الجيش الوطني مسنودا بطيران دول التحالف، وهو ما يغذي لديهم إحساسا عابرا بالنصر أو وهما قديما بالتأييد الإلهي إلى مدى يتجاوزون فيه فضاء الشطح حين يدعون قدرتهم في التصنيع الحربي وبالتحديد صناعة المقذوفات والصواريخ الحديثة أو التغني الدائم عن امتلاكهم ترسانة هائلة من الأسلحة المتطورة والعتاد، محاولين بهذا الادعاء حجب شموس الحقيقة بغربال الزيف والوهم ليظهروا على السطح وكأنهم لا يتلقون أي دعم خارجي مشبوه. وفي هذا السياق تفيد المصادر والتقارير الدولية بأن تلك الصواريخ التي يفصح عنها الحوثيون عبر الصور وتبث على القنوات المتلفزة إنما حقيقتها أنه قد تم تهريبها إلى اليمن من خلال رحلات بحرية عبر دولة أرتيريا ضمن أسلحة أخرى من بينها صواريخ أرض جو محمولة على الكتف، وهو الأمر الذي يؤكد ما أوردته تقارير دولية كانت قد أشارت إلى قيام إيران بإنشاء قاعدة لها في أريتريا لمد الحوثيين عبر رحلاتها البحرية إلى المناطق القريبة من سواحل ميناء ميدي واللحية القريبتين من محافظة صعدة اليمنية. ليس هذا فحسب، بل تدور استنتاجات منذ سنوات الحرب الأولى لجماعة الحوثيين حول دور أساسي لحزب الله في عملية تدريب المتمردين
المتمردين الحوثيين على أساليب حرب العصابات التي اشتهر بها مقاتلو حزب الله، ومن ثم نقل التجربة إلى صعدة ودوران آنس. وهذا ما تؤكده السلطات اليمنية أنه سبق لعدد من قيادة المتمردين الحوثيين أن قامت بزيارات متكررة إلى لبنان. طيب. طبعا حزب الله الذي المدربين الذي دربونا هم من لبنان من حزب الله، دربونا تدريبات عسكرية وقتالية، دورة قتالية مع ثقافية مع عسكرية، هم دربونا ودخلونا إلى الجبهة. كما أن الحوثيون أنفسهم طلبوا وطالبوا قبل ذلك وساطة المرجع الشيعي العراقي الأعلى آية الله السيستاني وهو 12 إيراني الأصل، وفي مثل هذا الإجراء تأكيد على مذهبية التمرد الاثني عشرية، وأن الإعلان عن تشكيل تنظيم الشباب المؤمن ورفع شعارات الثورة الإيرانية وحزب الله في لبنان، بل الاقتناع برفع علميهما والتوجه إلى نقد المذهب الزيدي والسخرية منه وتمرير عقائد الرافضة وإقامة الحسينيات والاحتفال بيوم غدير خم وتعليق لافتات قماشية سوداء كتب عليها عبارات وهتافات جعفرية مثل يا حسينا يا علي، وتوزيع نشرات بمسميات العترة آل البيت الحسين المهدي، ونشر صور رموز شيعية كالخميني والصدر والسستاني والرفسنجاني وحسن نصر وقاسم سليماني ومقتدى الصدر، جميعها مؤشرات على توجيه أياد خارجية إيرانية ووجود صلات عقائدية وفكرية ودعم غير طبيعي لحركة التمرد الحوثي في محاولة جادة لتقويض وهدم كل ما هو يمني أصيل في المقام وكل ما هو عربي في المقام الأخير. إن الصراع المحتدم هو صراع بقاء بين وجودين، هما الوجود الفارسي الطارئ والوجود العربي الأصيل.